واجه رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية 46 الكثير من الأزمات الطاحنة، حرب الاستقلال والحرب الأهلية وحربين عالميتين وحرب باردة وكساد كبير، وعلى الأغلب واجه كل أزمة من تلك رئيس مختلف. ولا يختلف الحال مع الرئيس الحالي جو بايدن، لكنه لم يترك للتاريخ فرصة الحكم عليه وأعلن أنه أفضل رئيس للولايات المتحدة. لنشاهد. So thank you. Thank you for being here. Thank you for your leadership. Thank you for your partnership. And I'm sure I'll make mistakes, but you know me. Don't hesitate to correct me when I make it. And I know you, you won't hesitate. But I really mean it. I really mean it. Well, I tell you what, no one's ever done as much as president as this administration is doing, period. لا إدارة سابقة قدمت ما قدمته هذه الإدارة. المقطع الذي شاهدناه كان من المؤتمر السنوي للقبائل أو السكان الأصليين في الولايات المتحدة، لكن هذا الإعلان لبايدن أثار السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. فبايدن لا يزال أمامه أكثر من عام على الأقل في المنصب، ولا ربما كان الأجدر أن يترك الحكم للآخرين. فمثلا ستيف الذي قال: مؤكد لأن رفع أسعار الوقود وعدم سحب قواتنا من أفغانستان في وقت مبكر يجعلك أفضل رئيس على الإطلاق. حساب آخر باسم سونغ غرد وقال: على الأرجح سينسى ما قاله غدا. أما جورج فقد قال: أي نكتة هذه؟ أفضل من لينكولن وكينيدي؟ بعض رؤساء الولايات المتحدة تولوا المنصب قبل اختراع أجهزة التسجيل والبث المباشر، ربما أعلن بعضهم أنه الأعظم أيضا. أما بايدن فلا نعلم ما إذا كان محظوظا بسبب تطور أجهزة البث أم لا.